السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا أبطال على قناتنا من جديد. اليوم يا جماعة راح نلعب لعبة مختلفة نوعا ما عن الألعاب السابقة، وأتمنى يا جماعة أنه تقدموا لي نصائح حول اللعبة أثناء اللعب. فخلونا يا جماعة ننطلق ونبدأ هاي اللعبة. طبعا اللعبة اسمها Prison Architect، فصراحة لعبة رائعة جدا جدا، فما أحب أنه أطول عليكم. إذا ما كنت مشترك يا بطل اشترك معنا، ويلا بنا خلينا نبدأ الفيديو. طبعا مثل ما تشوفون هنا يا جماعة يقول لك شنو تريد تختار نوع المساجين، تريد السجن للنساء ام تريد للرجال؟ لا يا حبيبي احنا الرجال. يقول لك هنا اختار الحارس، حارسك اختار حارسك. طبعا كل واحد هذا من هذول عنده صفة من الصفات وعنده اشياء مميزة، فيا جماعة جيب لي هذا، هذا افضل للحراسة. مثل ما تشوفون هنا يا جماعة يقول لك حارس الكلب راح يكون عنده نسبة 50% من التشانس انه يقدر انه يمسك السجناء او يكتشف الاشياء اللي موجودة. فخلونا يا جماعة ننطلق وما نطول الكلام، يلا بينا. طيب يا جماعة اللي ما يعرف اللعبة وجديدة عليه اللعبة يا جماعة، هذه اللعبة محاكي السجن. او ماي جاد يا جماعة المكان كثير كبير، لكن يا جماعة انا احب الاماكن الكبيرة اللي تكون كبيرة كذا لاجل انه ناخذ راحتنا بالعمل. اول شيء يا جماعة محاكي السجن، انت راح تبني سجن وراح يبدون يجون عليك سجناء، يعني يجون الشرطة يجيبوا لك سجناء وانت تبدي عادينا يعني تضبط امورك، تبني لهم السجن وما ادري ايش، ولازم ما تخليهم يهربون، وهاي هي المهمة الاساسية. لان كل ما يعني قدرت انه تجمع سجناء اكبر كل ما كانت سمعة السجن مالتك افضل، وقاموا يجيبوا لك سجناء اكثر وتجيك موارد اكثر. فخلونا يا جماعة حاليا خلينا نوقف التصوير، ما نوقف التصوير، نوقف اللعبة يا جماعة بالبداية. فأنا جينا نقول له أوقف، وخلونا يا جماعة بالبداية نخطط للبناء. طريقة التخطيط يا جماعة، بدل ما تبني وتمسح وما ادري ايش، حاط لك هنا يا جماعه تقدر تبني السجن. طيب يا جماعه اول ما تبدي، طبعا هنا مثل ما تشوفون هاي المنطقه المحدده هنا اللي مكتوب بها عليها، هذا يا جماعه المكان اللي ينزلون بها الغراض وما ادري ايش اللي انت تحتاجها، اللي توصيهم وهم يجيبوا لك اياها. فاحنا يا جماعه راح نخلي البوابه بجنب هذا المكان. تقريبا يا جماعه هالقد راح يكون هذه هي البوابه البدايه، البدايه يا جماعه. فمثل ما تشوفون راح يكون من هنا راح تكون البوابه، يدخلون السجناء من هنا. راح يدخلون للامام وتكون هنا هي منطقه السجناء، فنقدر نسويها يا جماعه بهذا الشكل. تقريبا هنا السجناء. الغرفه يا جماعه عباره عن مكعبين ولا ثلاثه؟ صراحه ماني فاكر، فخلونا نشوف الغرفه كم مكعب يا جماعه. عندنا هنا مات السجناء عباره عن ثلاث مكعبات في اثنين، يعني ثلاثة في اثنين يا جماعة، فاهمين كيف؟ راح نبدي عادنا نخطط يا جماعة. فهنا واحد اثنين، هنا كذا واحد اثنين ثلاثة، طبعا هنا صارت واحد اثنين ثلاثة، فتقريبا هذه يا جماعة هي حجم الزنزانة للسجناء. طبعا لازم شوية نبعدها يا جماعة لأنها لازقة بشكل يعني قريب جدا جدا من الباب، وما نريد نضيق على نفسنا يا جماعة، المساحة كبيرة جدا جدا، فخلونا يا جماعة نبعدها شوية. طيب يا جماعة يعني صممت هذا المكان بشكل مختلف شوية عن اللي اتفقنا عليه. مثل ما تشوفون كبرت هاي المساحة جدا جدا. راح تسألون يا جماعة ليش، يعني ليش هذا المساحة كلها راح تروح خارج السجن، يعني ايش السبب؟ يعني لجل ما ينهزم، ما راح ينهزم من هذا المكان. السجين يا جماعة ما ينهزم من أمامك، يعني لا ينهزم من غير مكان. هذا المكان يا جماعة راح تنفعني في المكاتب، يعني راح يجي الضابط يريد له مكتب، المهندس يحتاج مكتب يا جماعة، صاحب التنظيف مدري إيش، المدرسين، الأطباء يحتاجون كلهم مكاتب. هذا المكان يا جماعة للمكاتب راح تكون، وأيضا للطاقة. هنا أنا راح نبني مات الطاقة مدري إيش، ما تنفعني تبني مات الطاقة داخل السجن، لا الطاقة بالخارج وتدخل الى السجن. فخلونا يا جماعه نضبط هنا يا جماعه لاجل انه اخذ مكان وما اخسر مكان يا جماعه، قررت انه اسويها السجن بهذا الشكل. خلينا يا جماعه نكمل هذه، اكملها وارجع لكم يا جماعه. طيب يا جماعه مثل ما تشوفون حاليا خلصنا هذه الغرف. ايش اللي نحتاج يا جماعه بعد؟ السجناء يا جماعه شنو يحتاجون بعد؟ يحتاجون الى حمام، يعني ما يغسلون راح يصير عندهم
تقتل البعير. فايش راح نسوي يا جماعه؟ راح نبني لهم ايضا حمام. الحمام ما نريد نسويه كبير جدا بالبدايه يا جماعه، اول شيء ما نخسر فلوس يا جماعه كثير، ويعني هي على الموجود. يعني كم راح ناخذ يا جماعه؟ راح ناخذ فقط 10 تقريبا سجناء. هذا الرسم التخطيطي اللي بالبدايه، ام مجرد لاجل انه يعني يكون عندنا مكان فاضي، لكن ما راح نبنيها كلها بالبدايه. بعدنا يا جماعه ما امرناهم انه يبنون، ففقط قاعد نخطط وكذا، وبعدنا ما بدينا بالبناء. ايضا يا جماعه ما اريد اصرف فلوس كثير بالبدايه، لان يا جماعه تخلص فلوسي، والدوله ما تصرف لنا فلوس يا جماعه صراحه، يعني الدوله ما عليها بينا، ما تصرف لنا فلوس، فلذلك ما اريد اخسر فلوس. وبعدين يعني من الله يسهل لنا وش كم سجين يطلع من عندنا وما ادري ايش، ونحصلنا فلوس عدنا نبدي بنكبر بمساحة السجن. فخلونا يا جماعة نبدأ كبداية، نبدي في البناء. طيب يا جماعة ما راح يبدون العمال يبدون يشتغلون على هذا العمل؟ طبعا هنا راح يقول لك انه هذا المكان اللي بنيته حاليا شنو يحتاج؟ يحتاج الى باب. فدائما دائما ما ينفع انه تحط سجن بدون باب، فاهمين كيف؟ من تحط الباب خلاص هسه كان مضبوط يعني. فخلونا يا جماعه نبدي. عندنا هذه المنطقه يقول لك هذه لازم، او ماي جاد يا جماعه عندنا 28,000، ما نريد نضيعها. خلاص لحظه ما اريد اضيع ال 28,000 على هذه الاشياء. فهذا التخطيط راح نتركه جانبيا، يكون عندنا يا جماعه فلوس وموارد وما ادري ايش، وعد الله كريم نسوي لنا هذا المكان. طيب الباب يا جماعه، الباب اريد ابنيه هنا، لكن يا جماعه في شجره هنا، يا الحبيب في حد يجي ياخذ هاي الشجره يقطعها؟ هذا السياج الخارجي يا جماعه، ما اريد ابني حجار. الحجار يا جماعه راح يكون سعره غالي ويخسرني موارد كثير. فبالبدايه تقريبا تقدر تقول انه السجناء يا جماعه مو هالقد مشاكسين بشكل كبير، فتقدر انه بالبداية تستخدم هذا السياج العادي يعني كذا، ما حد راح يهرب من عندك لا تخاف. فخلونا نحطه ايضا للاحتياط فقط، راح نحط لنا فوق السياج نحط شائك، لاجل انه يعني سجن يا حبيبي سجن، يعني ما متنزه. عندنا ما شاء الله الناس تقفز من فوق السياج يا جماعة، فلازم نضبط أمورنا. باب دواير، هذا الباب دواير هذا راح يفيدنا كل جدا جدا يا جماعة. بنحط هنا ونحط هنا يا جماعة، ونجي كذا. أو ماي جاد لازم لا يبنوه بالبداية. طيب ما في مشكلة، خلوا يا جماعة نخلص هذا البناء وبعدين أرجع لكم. طيب يا جماعة مثل ما تشوفون وصلنا إلى هذا المكان، مثل ما تشوفون يا جماعة صارت الدنيا ليل، وحاليا يعني تقريبا بعدنا ما خلصنا بناء السجن يا جماعة. جبنا قدرنا نجيب الباور مال الطاقة وما أدري إيش، محركات الطاقة ومات المي أيضا المياه، وقدرنا نبني لنا أيضا أوفيس يا جماعة. راح نحط لنا هنا هذا أوفيس مكتبة يا جماعة، لأجل إنه يجي الموظف يجلس هنا. راح نقول له كذا، طبعا راح يقول لك يحتاج شنو الأوفيس؟ يحتاج إلى أوفيس ديسك اللي هو المكتب اللي أمام الأوفيس. فنجي هنا يا جماعة على الأشياء ونقول له يا جماعة عطنا الأوفيس ديسك، بنكتب هنا أوفيس ديسك يا جماعة. أو ماي جاد يا جماعة ما هو قاعد يكتب إنجليزي، فنحول على الإنجليزي ونقول له أوفيس ديسك. هذا يا جماعة أوفيس ديسك، هذا يحتاج هنا واحد، بنعطيه كذا يا جماعة. ونحتاج أيضا إلى كرسي يجلس عليه، ويحتاج أيضا إلى خزنة يا جماعة أو ما أدري إيش اللي بيحط فيها الأشياء اللي الملفات وما أدري إيش، هذا اللي يحتاجها يا جماعة. فحاليا راح تجي السيارة ويوصلوها الجماعة ربعنا. أو ماي جاد يا جماعة هذا إيش؟ طيب يا جماعة حاليا راح يخلصونا هذه الأشياء اللي هنا نحتاجها، وبتجي يا جماعة وتخلص. خلينا يا جماعة نجهز السجن. نبدأ يا جماعة نبني بالزنزانات. الزنزانة راح تحتاج كذا. او ماي جاد يا جماعة الزنزانات يا جماعة كيف راح نبنيها؟ نجي على الحياطين يا جماعة ونبدي نبني بالحياطين. ابني لي كذا وابني لي هنا كذا. راح نبني فقط 10 زنزانات يا جماعة، ما نريد نكثر زنزانات. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 و9، هذه التاسعة هنا، وتجي هنا يا جماعة التاسعة.
بنحط هنا يا جماعة واحدة أيضا راح نعملها 9 9 وفي الأعلى راح نبني لنا يعني واحدة بس كذا. فخلونا يا جماعة ما نكثر الزنزانات ونبدي بداية خفيفة يا جماعة لأجل ما يهربون من عندنا الحرامية، يعني نقدر نضبط الأمور وأيضا نفتهم شنو يحتاجون، لأن صراحة ما ندري يعني شنو المستلزمات السجناء، يعني ما عندنا خبرة طويلة يا جماعة بهذا الموضوع. فما نحاول انه نكثر على نفسنا يا جماعه. ايضا الفلوس يا جماعه لازم ننتبه عليها، مثل ما تشوفون الفلوس تقريبا يعني عندنا 8820 ويطلع لنا بالشهر يا جماعه 837، والى سعرها ما عندنا اي شيء، فتقريبا جيد يعني يعتبر. اعطهم تسريع يبنون. وايضا يا جماعه لازم نبني الحمام، الحمام يا جماعه شيء مهم، فراح يتأخر الحمام صراحة، راح يتأخر شوية. فخلونا يا جماعة نبني لنا الحمام. عطنا كذا يا جماعة، عطنا كذا خلاص. الحمام راح يكون بهذا الشكل. هذه راح نفتح يا جماعة، لازم نفتح هذا السياج. او ماي جاد، افتح لي يا جماعة هذا السياج. الشيء اللي نحتاجه يا جماعة ايضا، السجن ايش يحتاج؟ يحتاج بوابة. فحط لنا كذا بوابات يا جماعه للسجن، وما نطول يا جماعه عليكم، وخلينا احط كذا البوابات. حطينا يا جماعه للزنزانات الابواب. شنو اللي نحتاجه حاليا فقط يا جماعه؟ انه نخليها زنزانات. فخلاص بنقول له كذا يا جماعه، ونقول له هذه زنزانه وهذه زنزانه وكذا يا جماعه. بشكل مباشر راح تصير عندنا هذه كلها زنزانات، وهنا ايضا راح تكون عندنا كلها زنزانات. هذه راح تكون كل واحده زنزانه، لكن الزنزانه شنو تحتاج؟ يقول لك تحتاج انه تحط لها سرير وتواليت. اهم شيء الاثنين هذني، سرير وتواليت، ولازم يكون عندها باب. طبعا هذا شيء طبيعي يعني، باب وحيطان. فخلونا يا جماعه نحط لها سرير، سرير ابن كلب، هذا سرير عادي يا جماعه، ما نريد نكثر عليهم لان فلوسنا يا جماعه، الفلوس يا جماعه الفلوس، اي شيء والفلوس الفلوس. طبعا لازم تكون نومة هذا الحرامي او السجين امام الباب، لاجل انه الشرطي من يجي امام الباب يشوف السجين بداخل الزنزانه، يعني ما يقوم يبحث عنه. فخلونا يا جماعه نعمل كذا وكذا 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 وكذا. طيب جيد، حاليا رائع. يبقى عندنا التواليت يا جماعه، والتواليت يا حبيبي، تواليت 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 تواليت. هي هذا يا جماعه، هذا التواليت هنا نحطه كذا يا جماعه بنفس المكان. والله يعني الله الله يعين السجناء صراحه، يعني بنفس المكان يعمل حاجته، وبنفس المكان يا جماعه ينام وما ادري ايش. والله يعني وضعيه كثيفه صراحه، لكن ان شاء الله ان شاء الله اذا الله سهل لنا امرنا نسوي لهم. او ماي جاد يا جماعه، هذا كيف كذا راح يجلس امامي بيسويها امام الباب؟ لا حول ولا قوه الا بالله. نغير له المكان يا جماعه، وهذا السرير ماله ما هو صحيح، السرير مكانه خطا يا الحبيب. طيب كذا، ايش السالفه يا جماعه؟ ليش هذا ما ينبني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اتوقع يحتاج باب، مع انه انا ما اريد احط له باب. اتوقع هسه الحين راح ينبني يا الحبيب، بس ابني الحمامات يا الحبيب. جيد، انبنى عندنا الحمامات، هذا ما نحتاجه، راح نلغيه يا جماعه. فكذا تسوي له وتمسح هذا المكان، ما تحتاجه تبقى بتشوش عليك. طيب هذا المكان راح نسميه الحمامات. فعندنا هنا وين الحمامات يا جماعه؟ الشاور يا جماعه، الشاور. جيد، هذا هنا الشاور، راح يكون عندنا هذا المكان كلها راح تكون هي الشاور. طبعا الشاور شنو يحتاج يا جماعه؟ يعني شو يحتاج الشاور؟ شنو يحتاج يا جماعه؟ يحتاج انه توصل له مي وتبدي تحط له ماده الماء وما ادري ايش. يا جماعه فقط خلينا نوقف الوقت، لان يا جماعه قاعد ندفع فلوس وماكو عندنا سجناء حاليا. حاليا يا جماعه خلينا نبدي نستقبل السجناء، خلينا نقول له 10 سجناء. يلا يا حبيبي جيب لنا 10 سجناء. طيب بيقول لك يا جماعه 10 سجناء راح يوصلون. او ماي جاد او ماي جاد، بعد 19 ساعه. طيب جيد جيد يا جماعه، 19 ساعه تعتبر اكثر من رائعه. هذا يا جماعه ما عنده هنا توصيل كهرباء، فلازم نوصله يا جماعه كهرباء لاجل انه يشتغل. فنحط له كذا يا جماعه، خلاص الحمد لله حاليا راح يبدي يشتغل وينطينا ماء. والماء يا جماعه راح نوصله الى التواليتات، التواليتات يا جماعه.
فنجيبه كذا يا جماعة هذا، ونجيب هذا كذا وندخله إلى الحمامات، فاهمين كيف؟ راح تكون هنا توزيع على الحمامات. عندنا هنا يا جماعة راح نقوم نوصل ماء للتواليتات. او ماي جاد. طيب كذا يا جماعة وكذا جيد يا جماعة، ما هي سعرها غالي يعني، البوري الواحد بدولارين، لكن يا جماعة نحتاج كثير بواري يعني، لكن شو نسوي؟ الله على الظالم، ليش ما نعملها بهذه الطريقة؟ ما التخلف يا جماعة، لا إله إلا الله. بنوصل كذا الماء، جيد حاليا إن شاء الله راح يوصل لنا الماء. بندخل كهرباء لهذه الغرف. الحلو يا جماعة إنه الكهرباء ما تحتاج إنه فقط تعمل كذا. أوه ماي جاد، فلوس ما عندنا، كيف راح نحط حارس؟ إلا بجد صراحة ما فكرت فيها. 2000 years later. طيب يا جماعة مثل ما تشوفون رجعنا من جديد. صراحة تحمسنا أكثر من اللازم وبنينا أشياء كثيرة ما كنا محتاجيها في البداية، مثل هذا يا جماعة البطارية، اشتريت 3 بطارية، البطارية الوحدة 1000 دولار تاخذ يا جماعة، يعني شيء خيالي. فاحنا كبداية يا جماعة بطارية واحدة هي تكفي، ليش نشترينا 3؟ وأيضا يا جماعة عدد الزنزانات، لحظة خلينا نبطئ ونقول له خلاص جيب لنا يا جماعة، جيبوا لنا سجناء، جيب لنا يا جماعة جيب لنا فد 10 سجناء شكرا. فيقول لي بعد 3 ساعات يوصلون إليك السجناء. أو ماي جاد، صراحة بشكل سريع راح يوصلون. فخلونا نحط لنا على الأقل 4 ضباط، 4 حراس راح يشتغلون لنا يا جماعة هنا. أيضا يا جماعة الشيء اللي عملته بشكل خطأ صراحة انه حطيت شو اسمه، وش اسمه كنا هنا يا جماعة، الاوفيسر المكتب يا جماعة، خليت الباب ماله بشكل مباشر هنا. صراحة انا ما احب هذا التصميم، فايش راح اسوي يا جماعة؟ راح اخلي هنا الطريق، هذا الطريق يا جماعة للي يعملون فقط يعني للعمال فقط، وهنا يا جماعة راح ابدي عاد انا ابني المكاتب. المكاتب هي 4 في 4 فتقريبا كذا يعني، هاي مضبوطة. فراح نحط لنا هنا يا جماعة، راح نبدي نبني ونحط لنا اول مكتب كذا كبداية يا جماعة بهذا الشكل. وهنا يا جماعة راح نحط لنا الباب، وين الباب يا جماعة؟ هنا راح نحط لا يا جماعة هذا للزوار. ايضا يا جماعة يعني لازم تعرفون انه يحتاجون زوار، الزوار يا جماعة يجون يزورون السجناء وما ادري ايش، ايضا لازم نبني لنا مبنى للزوار. فهنا باب راح يدخلون من عنده فقط العمال، وهنا راح يكون باب للموظفين، فنحط لهم كذا باب رخم عادي. ويلا يا جماعة نشوف شنو اللي عندنا نقص. يا جماعة ليش تاركين الاغراض كذا؟ وش السالفة؟ الحجر وما ادري ايش، هذا سجن، هذا سجن، لا حول ولا قوة الا بالله. يا جماعة تاركين الطابوق، ليش مشترين طابوق اكثر من اللي نحتاجه؟ الفلوس يا جماعة نحتاج احنا فلوس. او ماي جاد يا جماعة، في 1:40 راح يوصلون السجناء، يقول لك ما في مكان للاكل، فنحتاج يا جماعة نبني لنا قول معايا كيتشن يا جماعة، وهو المطبخ. المطبخ يحتاج ما يحتاج مساحة محددة، فلذلك راح نبنيه بشكل مباشر. خلونا يا جماعة فقط نوقف الوقت ونبدأ نخطط للمطبخ. المطبخ راح يكون كالتالي يا جماعة، راح يكون هنا هو المكان اللي راح يطبخون به، هنا المطبخ وما أدري إيش، وهنا يا جماعة راح تكون صالة الأكل، فاهمين كيف؟ هنا راح تكون بشكل مباشر صالة الأكل، يجون يدخلون. ولا ما ودي اخليها لصق في السجن، خلاص بنعملها كذا يا جماعة، نعملها كذا راح تفيدنا هاي المساحة. هنا يا جماعة راح يكون الباب، هنا الباب يجو، او من هنا الباب يجون يدخلون، وهنا راح اخلي ما ينفع يعني، كان بتفكيري يا جماعة خلي هنا باب فقط الطباخين يدخلون وما ادري ايش، لكن يعني للأسف ما يفتهمون هاي السالفة، راح يقوم الكل يدخل ويخرج كيفه كذا مزاج، فاهمين كيف؟ فراح نخلينا باب واحد. خلونا يا جماعة نبدي نبني، نبني لنا هنا يا جماعة هذه أول غرفة، وبعدين نبني لنا كذا الغرفة الثانية. أو ماي جاد، طيب نبني لنا كذا الغرفة الثانية، جيد جيد. خلونا يا جماعة حاليا هنا لازم راح نبني لنا الجدار، يدخل يا جماعة الطباخ وما أدري إيش، وهنا يبدي العمل يعني هنا داخل المطبخ، وهنا مكان الجلوس. ولا نعملها أكبر يا جماعة؟ أحسها صغيرة.
وابنيها اكبر يا جماعة، خلاص بنبنيها اكبر، خلاص كذا جيد. ومع العلم يا جماعة انه هذا الشيء اولي فقط. او ماي جاد يا جماعة، وصلوا السجناء، وينهم؟ او ماي جاد، 11 ثانية راح يوصلون جو السجن. اوه حبيبي اهلا بكم، سجن الصقور يرحب بكم. طبعا هذا السجن سميته من عندي سجن الصقور، يا سلام. سجن الصقور يا حبيبي يرحب بكم. عندنا يا جماعة هنا يا الحبيب، وين البوليس؟ تركتم السجناء برا. وش هالثقة العمياء يا جماعة؟ هذه مدرسة ولا مدوسة هذه؟ طيب يا جماعة اخذوا السجناء، جيد جيد حبيبي. عندنا يا جماعة حاليا ست حراس، وعندنا فقط 10 سجناء. صراحة أحس إسراف، صراحة يعني إسراف أكثر من اللازم. في شيء يا جماعة نسيت أعمله، الحمام إلى الآن ما في ولا دوش، ما في دوش يا جماعة في الحمام. وش القصة؟ هنا نعمل هنا يا جماعة، هذا هو الشاور، هنا تجون تسبحون تتروشون ما أدري إيش. ونحتاج انه نشتري لنا الشاور يا جماعة، نكتب هنا شاور، شاور هيد. جيد يا جماعة، هذا اللي كنا نحتاجه. نعمل كذا يا جماعة، يعني بين كل واحد وواحد يعني توقفون كذا. طيب كذا يا جماعة، ونحتاج نوصل له ماء ايضا، يعني ما ينفع ما او ماي جاد يا جماعة، هذا ايش وصله هذا المسافة؟ والله كلها اسراف قسما بالله. فين المسؤولين؟ فين الموظفين؟ والله كله اسراف يا جماعة. يعني هذا البوري اصلا هذا غالي. او ماي جاد يا جماعة، كذا يا جماعة خلاص ان شاء الله حاليا تشتغل، ما عندنا اي مشاكل. فقط لو تخلصوا لي هذا يا جماعة يرحم والديكم، خلصوا لي هذا المكان. هنا المشكلة يا جماعة انه ما حطينا باب، فبما انه هو مطعم يعني ما يحتاج باب يكون يعني مختلف عن البوب اللي يكون باب مال حارس لازم يجي حارس يفتح، لا ما يحتاج. ودي بس افتهم ليش حاطين الحجارة هنا، ايش السالفة؟ الضوء حاطيه في الجدار، ايش السالفة يا جماعة؟ ايش التخلف هذا؟ مين المسؤول على هاي الاشياء؟ طيب حلو حلو يا جماعة حلو. اللي نحتاجه يا جماعة انه يبنينا هنا جدار، جدار يا الحبيب، تعال ابنينا هنا جدار. وهنا راح نقول له يا جماعة هنا الكيتشن، وين المطبخ؟ نقول له هذا يا جماعة هو المطبخ، وهنا يا جماعة راح تكون الصالة مالت الطعام واللي هي هذه. جيد. او ماي جاد، اللي نحتاجه يا جماعة يقول لك يحتاج انه تحط تيبل، يعني وانا يا جماعة في عندنا هذه، نحط هذه يا جماعة، نضع هذه، نضع واحدة هنا ونضع واحدة هنا ونضع واحدة هنا واحدة هنا. وفي ماني عارف اذا تكفي كذا ولا مكان ضيق يا جماعة. استعجلونا يا جماعة، استعجلوا بالبناء، يعني اعذرونا يا الحبايب. صح انه السجن الى الان ما كملان وكذا، وحاليا جالسين نضبط نفسنا، لكن تحملونا ما ننسى فضلكم، راح نعطيكم تخفيضات على السنين اللي تقعدون فيها معانا. فخلونا يا جماعة هنا ايش يحتاج؟ يحتاج الى كوكر واللي هو الطباخ. طيب عطنا كذا طباخ يا جماعة، عطنا 2 طباخ، ما هو بس طباخ واحد، عطنا 2 طباخ. يحتاج الى فريزر ايضا، يحتاج فريزر يا جماعة، ونشوف لنا يا جماعة فريزر اللي هو يعني ثلاجة اللي نسميها. عطنا كذا فريزر يا جماعة، حطنا هنا واحد ونحطنا هنا 2 يا جماعة. وايضا ايش يحتاج؟ يحتاج الى سينك. اكيد يا جماعة، اكيد يا جماعة يحتاج الى سينك، بما انه مطبخ وما ادري ايش راح يحتاج. او ماي جاد، السينك كبير يا جماعة. طيب بنحطه كذا، وش نسوي؟ ما او ماي جاد يا جماعة. اللي نحتاج ايضا الى طباخين يا جماعة، الى الان ما عندنا طباخين، يعني الله يقبلها، سجن وما ادري ايش ما عندك ولا طباخ، عطنا 2 طباخين. طيب ايش اللي ينقصنا يا جماعة؟ عندنا كل اللي نحتاجه يا جماعة، ما عدا عندنا هذا، ما الى الان ما عندنا. عطنا واحد ووردينج واللي هو الشخص او اللي انا اختاريته بالبداية، بداية اللعبة لو فاكريها يا جماعة، هذا اللي راح يشتغل معايا. فايش يحتاج هذا؟ يحتاج الى اوفيسر، والاوفيسر يا جماعة بس بنيناه الشكل، الى الان ما عملناه. اوه يا جماعة خلاص عملنا التوسيع،
عملنا التوسيع يا جماعة وضبطنا الأمور، وفقط يا جماعة هنا لازم نكبرها، لأن هذا التكبير يا جماعة ما راح يشملها، يعني ما راح يعتبر هذا موجود معه. فإيش نسوي؟ راح نجي كذا نسوي مضبوط يا جماعة، هنا الكانتين واللي هو مكان للأكل وما أدري إيش. طيب يا جماعة مثل ما تشوفون حاليا السجناء سعداء جالسين وساكتين ما عندهم أي شيء. أو ماي جاد يا جماعة راح يجون عندنا أيضا، خلاص خلاص أغلق. أو ماي جاد لا يكون جمع علينا بعد، لا خلاص ما في. طيب طيب يا جماعة هنا راح ننهي فقرة اليوم. مثل ما تشوفون يا جماعة يعني عندنا أشياء ناقصة كثير، نحتاج إلى حراس، نحتاج إنه نطور السجن بشكل أكبر، ما ينفع إنه فقط أوفيس واحد يا جماعة عندنا، فنحتاج إنه نعمل كثير من الأوفيسات يا جماعة، جمع أوفيس. فإيش اللي يفيدنا يا جماعة؟ فين يفيدونا يعطونا أشياء كثيرة، مثل ما تشوفون الطاقة يا جماعة راح تطفي، فنحتاج إنه نشتري لنا طاقة أيضا. طيب يا جماعة الخير هذا اللي كان عندنا اليوم، أتمنى يا جماعة اللعبة أنها تعجبكم. إذا يا جماعة عجبتكم اللعبة وكذا وحابين إنه نستمر عليها ونكمل كم فيديو كذا ونشوفكم لأبعد حد نقدر نوصل له، فاكتبوا لنا بالتعليقات وإن شاء الله ما نقصر معكم ونسوي عنا فيديوهات أخرى. هذا اللي كان عندنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتجنب مرض كورونا ننصحك باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايبو، لايكو، كومنتو، واغسل يديك قبل الأكل وبعدها، ولا تنسى تشيك على باقي الفيديوهات.